بأداء العمرة عن روح المرحوم هشام أحمد عبد الحي أبو مرزوق من الطيرة. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وجازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا اللهم فتجاوز عن سيئاته. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من ذنوبه وخطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم كن له من بعد الأحباب حبيبا واجعل يا الله قبره نورا وطيبا. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وفكك بالموازين حسناته. اللهم ثبت قدماه عندما تزول الأقدام. اللهم ثبت قدماه عند الصراط المستقيم يا أرحم الراحمين. اللهم عامله بما أنت أهله ولا تعامله بما هو أهله. اللهم أدخله الجنة من دون حساب ولا سابقة عذاب. اللهم آمين. اللهم آمين.